أحد الوعاظ الشهيرين وخطيب مفوه بيحكي لنا القصة دي. في طفلة جت بتسأله: هل صحيح أن ربنا بيشوفنا في كل مكان وفي كل وقت؟ فقال لها: أيوة. قالت له: يعني بيشوفنا في الحمام؟ قال لها: أيوة. قالت له: يبقى ربنا قليل الأدب. أنا شهير طلعت وحضراتكم بتتابعوا قناة يوميات طبيب نفسي. اهلا وسهلا بحضراتكم. كان نفسي برضو اعمل الفيديو ده لايف علشان اشوف انطباعات حضراتكم وارائكم في الاجابة عن السؤال ده. انت كأب او كأم هتجاوب على السؤال ده ازاي؟ انت لو معالج، لو شخص لا يؤمن بوجود آلهة تراقبنا او تتحكم في مصائرنا، كنت هتجاوب على السؤال ده ازاي؟ اللي خلاني افتح الموضوع ده اكتر من حاجة، في حاجات منها فيه طبعا في علم النفس وفي الطب النفسي، لكن الاكتر هو الحلقة بتاعت بلاك ميرور اللي اسمها ارك انجل، هتلاقوها على نتفليكس. في قصة بتاعت ارك انجل، في ام بنتها بتتوه منها وهي طفلة صغيرة، فلما بتلاقيها بتروح لشركة من شركات التكنولوجيا بتزرع شريحة صغيرة في مخ البنت. اول ما بتتزرع الشريحة دي في مخ البنت، الام بتبقى معاها زي التابلت الصغير، بتقدر تعرف على الجي بي اس بنتها راحت فين وجات من فين علشان ما تتوهش منها تاني. بتقدر تشوف بنتها بتشوف ايه او بتبص على ايه او بتسمع ايه، فكأن الام عايشة مع بنتها وبتوفر لها الحماية اللازمة. واعتقد ان احنا كمان ممكن ان احنا ندافع عن فكرة ان الله يرانا في كل مكان وفي كل زمان، ان دي عين الرعاية وعين الحماية، وحنشوف بعد كده يعني انطباع ده علينا ايه. المهم ان البنت بتكبر وبتوصل لسن المراهقة والشباب والانطلاق والحيوية والتعرف على المجتمع اللي حواليها، والام بالفعل بتحاول انها يعني خلاص تدي البنت حريتها وانها تطمن عليها، لغاية ما في لحظة بتكتشف ان بنتها بتكذب عليها وما بقتش عارفة هي فين، فبتضطر تلجأ للشريحة الالكترونية وللتكنولوجيا علشان تعرف بنتي راحت فين وجات من فين، انا قلقانة عليها. فبتفتح بالفعل التابلت فبتلاقي ان بنتها بتتورط في علاقة شبابية وحتبتدي تاخد دراجز ومخدرات، فبتنزل جري من بيتها وبتروح تقدم نوع من أنواع الحماية ونوع من أنواع الرعاية لبنتها، وبتهدد الشباب اللي بيتعرضوا لها إلى آخر المسلسل وإلى آخر فكرة الحماية اللي بتقدمها الأم. مش عارف أدخل يعني في النقطة الجاية إزاي. لو انت مكان الام هتشعر بنوع من انواع المسؤولية تجاه ابنك او بنتك، وتبقى محتاج تعرف هو راح فين وجاي من فين وبيعمل ايه وبيصاحب مين وبيكلم مين وايه اوجه الرعاية والحماية، وازاي انك تاخد اجراءات مسبقة قبل ما ابنك او بنتك يتورط في حاجة تأذيه. في نفس الوقت لو انت مكان الابن او البنت دي او البنت دي وحسيت انك عايز ما تبقاش انك مراقب او تشعر انك مكبل او ان في حد بيفرض عليك نوع من انواع الوصاية، فمن ناحيتين، من ناحية انك اب ومسؤول او ام ومسؤولة، ومن ناحية انك انسان عايز تشعر انك حر. في الطب النفسي وفي علم النفس في عرض من أسوأ أو من أكثر الأعراض إيلاماً، وهو عرض اسمه Thought Broadcasting، أو إن الأفكار بتاعتي أشعر إن الأفكار بتاعتي حد بيطلع عليها أو إني مكشوف قدام الناس أو الناس بتقرأ أفكاري، فاللي أنا بفكر فيه أو بشعر بيه بلاقي الناس اللي حواليا، بشعر إن الناس اللي حواليا عارفة أنا بفكر في إيه وحاسس بإيه، وده بيبقى شعور مؤلم، شعور إن أنا عريان، شعور إن أنا مكشوف قدام الناس، شعور إن أنا مش قادر أستخبى من أفكاري ومن أحاسيسي ومن مشاعري
شعور بيبقى مؤلم بالفعل. وعلى الناحية التانية برضو بمناسبة التكنولوجيا والشرايح والمايكروشيبس اللي ممكن انها تتزرع في اجسامنا، لو حضراتكم دخلتوا على ابسط حاجة، يعني احنا كلنا عارفين الفيسبوك وجوجل وكل شركات التكنولوجيا العملاقة بتقدر انها تراقبك وتعرف انت بتفكر في ايه وحاسس بايه، انك اول ما بتوصل الخط التليفون بتاعك على النت انت بقيت عريان قدام العالم كله. وبنكتشف بعد كده جوجل وفيسبوك بيحللوا السلوك بتاعك وبيحللوا شخصيتك وبيحللوا حتى انت بتعاني من ايه، وفي بعض الابحاث بتقول ان جوجل ممكن يكتشف ظهور وباء معين قبل ما منظمة الصحة العالمية تاخد بالها منه او حتى CDC. وده حصل بالفعل في امريكا، ان جوجل كانت حاسة ان في مشكلة وبائية بتحصل قبل ما CDC مركز مكافحة الأمراض في أمريكا أخد خبر من القصة دي. ففكرة إنك متراقب، فكرة إنك مقيد، فكرة إنك مش حر، ولو هتبقى حر أنت هتبقى حر في المجالات اللي إحنا هنسمح لك بيها. أنتوا شايفين الفكرة دي إزاي؟ وشايفين فكرة إن أنا مراقب طول الوقت 24 ساعة 7 أيام، الموبايل اللي بيعرف أنا بفكر في إيه أو عايز أشتري إيه ويطلعه لي، فكرة إنه عارف تفضيلاتي وعارف أنا بحب إيه وانتماءاتي إيه وبخطط لإيه، الفكرة دي إنك متراقب، إنك مكشوف، إنك عريان، إنت الفكرة دي حضراتكم شايفينها إزاي؟ لأن فكرة الرقابة والحماية وعلاقتها بالحرية بتبقى يعني علاقة معقدة شوية. يعني الدول اللي احنا فاكرين انها فيها قدر كبير من الحرية وان هناك نسب الجرائم قليلة، هي الدول اللي حكوماتها بتراقب شعوبها بالفعل، لأن في كل حارة وفي كل مكان في كاميرا بتراقبني، فأنا مش قادر إني أخالف القانون. وبمجرد ما سقوط السلطة أو بمجرد اختفاء الرقابة بشكل أو بآخر في موقف أو آخر، بنكتشف إن الشعب بيسلك سلوك أقرب إلى الهمجية وأقرب إلى سلوك الغابة، لإني ما بقيتش متراقب. فهل حضراتكم شايفين أن الرقابة والحماية بتتعارض مع الحرية ولا لا؟ في نهاية الحلقة بتاعت أركانجل، البنت بتتمرد على أمها اللي بتراقبها واللي بتقدم لها الحماية والأمان، إنها بتضربها وكانت هتقتلها. نفس القصة لو احنا قلبنا الموضوع ده في علاقتنا بالقوة العظمى الله، كيفما نفهم فكرة ان الانسان دايما وابدا متراقب، وفكرة ان الرقابة دي هندافع فيها عن القوة العظمى، هندافع فيها عن ربنا، انها الرقابة للحماية وللوقاية وانه عينه علينا لكي يرعانا. الفكرة دي في حد ذاتها بالنسبة لكم مقبولة ولا مش مقبولة؟ هل لرغبة الانسان في الحرية هي اللي بتدفعه انه يقتل الاله كما قال نيتشا او كما قال بعض الفلاسفة، ان احنا عايزين نتحرر من هذه السلطة الابوية، ولا احنا في حاجة الى سلطة تحمينا وترعانا وتقدم لنا نوع من انواع الامان والحماية؟ وهل احنا في مرحلة طفولية معينة بنبقى محتاجين للسلطة الابوية دي وللرعاية دي وللحماية وللرقابة دي، وانت هتبقى مبسوط ان في قوة عظمى بتراقبك؟ ولا لو احنا كبرنا شوية ودخلنا في علاقة قداسة مع القوة العظمى او مع الله، او في علاقة صوفية مع الله، فابقى بحبه علشان انا مش مستني منه حاجة، وبحبه لاني انا مش خايف من العقاب بتاعه، فما بقيتش العلاقة بيني وبين ربنا قائمة على فكرة الخوف، لا، هي قائمة على فكرة الحب، فكرة ان انا عارف ان انت بتحميني، انا عارف ان انت بترعاني وانا بحبك، سواء عطتني الجنة او مدتهنيش،
انا بحبك مش علشان انا خايف من العذاب بتاعك او عذاب جهنم وعذاب الجحيم بتاعك، لا، انا داخل معاك في علاقة حرة، انا مختارك بمزاجي. مش عارف ليه انا عملت الفيديو ده، بس انا اللي مشتري وصلة النت وانا اللي بدفع تمنها، ودي القناة بتاعتي وانا عايز اقول فيها اللي انا عايزه. اشكركم شكرا جزيلا، وسلامة حضراتكم، الف سلامة وسلام. سلام.